العرب في المونديال الحلقة السادسة، يا ريت تنزل بقى تتابع ال5 حلقات وتقول لي رأيك فيهم ايه، ولو عندك ملحوظة او حاجة عايز نتكلم عنها قول لي في الكومنتات تحت. النهاردة هنتكلم عن كأس العالم 1990 و1994. الوجود العربي في عام 1990 كان لمنتخب مصر لتاني مرة، وكان بالمصادفة في إيطاليا. احنا عارفين واتكلمنا في الحلقة الأولى ان اول منتخب عربي كان مصر عام 1934 وكانت في إيطاليا. عام 1990 مصر والإمارات دولتين عربيتين هما اللي كانوا موجودين في المونديال، ويمكن ده اول مونديال اتفرج عليه وافهم فيه الدنيا كانت ماشية ازاي. انت قول لي بقى، كان اول مونديال انت اتفرجت عليه ايه، ومين كان البطل، ومنتخب بلدك كان موجود في البطولة ولا لا. نسترجع مع بعض الذكريات وبطولة 1990 في ايطاليا. المنتخب المصري بدأ مبارياته بهولندا، وكان فيها مين؟ مثلث الرعب اللي كنت بحبه وبعشقه مع الميلان، فان باستن، رود خوليت، وفرانك ريكارد. وقدر المنتخب المصري يعمل مباراة دفاعية من المقام الأول وبهجمة مرتدة، كلنا حافظين الهدف وحافظين ضربة الجزاء وقعدنا مذلولين به سنين كبيرة. هدف مجدي عبد الغني في الدقيقة 83 بضربة جزاء 1-1، والتعادل وكانت بداية ومبشرة وخلاص. وبعد كده نتعادل مع أيرلندا 0-0 في مباراة عقيمة، وتغير بسببها قانون الكورة من الكابتن احمد شوبير اللي كان خلاص ترجع من خط الظهر لاحمد شوبير ويمسك الكرة، وملل رتم ضعيف جدا في مباراة ايرلندا، وتعادلنا 0-0 في المباراة الختامية. خطأ دفاعي من الكابتن احمد شوبير وخط دفاع منتخب مصر يكلفنا هدف في بداية المباراة، وتخسر مصر 0-1 وتطلع من البطولة. المنتخب الاماراتي بدأ مبارياته بكولومبيا وخسر 0-2، وقابل بعدها بقى المنتخب الكبير ألمانيا الغربية وخسر 5-1، وأحرز هدف الإمارات وأول هدف للإمارات خالد إسماعيل. أما المباراة النهائية أو الختامية في المجموعة كانت مع يوغوسلافيا، وخسروا 4-1، وأحرز هدف المنتخب الإماراتي علي ثاني جمعة. وبكده خرجت مصر والإمارات من الدور الأول. البطولة دي كان النهائي بتاعها نهائي مكرر لعام 86، اللي ما كنتش بقى لسه مدرك الدنيا فيها إيه، ولكن كان مباراة رد اعتبار ما بين الأرجنتين وألمانيا، وقدرت ألمانيا تفوز بهدف بضربة جزاء وتاخد البطولة. وكان مين الكابتن بقى في الأرجنتين؟ مارادونا اللي حمل اللقب قبلها عام 86، وفازت الأرجنتين على ألمانيا 3-2. نروح بقى لكأس العالم 1994 وصعود المنتخب السعودي والمنتخب المغربي، وللأسف الاتنين وقعوا في مجموعة واحدة، ولكن المنتخب السعودي في أول مشاركة ليه قدر يوصل لدور الـ16. المنتخب السعودي بدأ مبارياته بمباراة صعبة جدا مع هولندا وخسر 1-2، وأحرز أول هدف بقى للمنتخب السعودي في المونديال الكابتن فؤاد أنور. المباراة الثانية كانت ما بين المنتخب المغربي والمنتخب السعودي، وقدر فريق المنتخب السعودي يفوز على المغرب 2-1. أحرز أهداف المنتخب السعودي سامي الجابر وفؤاد أنور، وأحرز المنتخب المغربي محمد الشاوش. أما المباراة الثالثة محدش لا يقدر ينساها ولا ينسى هدفها، سعيد العويران نجم المنتخب السعودي وهدفه العالمي المارادوني في منتخب بلجيكا، وتخلص المباراة 1-0 ويتأهل المنتخب السعودي للدور الثاني. يقع في ايد مين بقى؟ في ايد السويد، وللأسف يخسر 1-3، ولكن بداية مشرفة للمنتخب السعودي. المنتخب المغربي بدأ مبارياته مع بلجيكا وخسر 0-1. المباراة الثانية زي ما اتكلمنا ما كان مع السعودية وخسر 1-2، والمباراة الثالثة كانت مع المنتخب الهولندي وخسر 1-2. أحرز هدف المنتخب المغربي حسن ناظر، وطلع المنتخب المغربي من الدور الأول. يمكن البطولة دي واحدة من البطولات اللي علمت مع ناس كتير، خصوصا ان الفائز بيها او البطل كان البرازيل، والجيل بقى جيل روماريو وبيبيتو، والرقصة الشهيرة اللي كان بيعملها بيبيتو وروماريو، وفاز روماريو بهداف البطولة وأحسن لاعب في البطولة. ما تنساش بقى وتنزل في الكومنتات تقول لي ايه هو اول مونديال انت شاهدته، ومين هو كان البطل، ولو في اي معلومة او اي ملحوظة عايزنا نتكلم فيها ياريت تقول لي رأيك تحت.